دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا فيكم طالبات الأول علمي. حصة اليوم يا أول إن شاء الله هي عبارة عن حصة مراجعة للنوع الثاني من أنواع التفاعلات اللي بتحدث للمركبات العضوية، وهي تفاعلات الحذف. تحدثنا في الحصة السابقة أن تفاعلات الحذف هي تفاعلات يتم من خلالها تحويل المركبات العضوية من مركبات مشبعة إلى مركبات غير مشبعة، أي تكوين روابط من النوع باي. حكينا أنه تفاعلات الحذف هي عكس تماماً تفاعلات الإضافة. ليش؟ لأنه بتفاعلات الإضافة إحنا كنا نحول المركبات العضوية من مركبات غير مشبعة إلى مركبات مشبعة. فش كنا نسوي أول؟ كنا نكسر الروابط من النوع باي ونحولها كلها إلى روابط من نوع سيجما، تمام؟ إذن النوع هذا تفاعلات الحذف هو عكس تفاعل الإضافة. طب شو يعني عكسه؟ يعني بدي أحول المركب من مركب عضوي مشبع إلى مركب عضوي غير مشبع، أي تكوين روابط من النوع باي. حكينا في الحصة السابقة أنه عندي نوعين من أنواع تفاعلات الحذف، تفاعل حذف الكحولات وتفاعلات حذف هاليدات الألكاي، تمام؟ خلينا نرجع نتذكر مرة تانية إيش هم من نوعين. قلنا الكحولات، الصيغة العامة طبعا للكحولات هي ROH. طبعا الكحولات سواء كانت بأنواعها أولي أو ثانوي أو ثالثي يحدث لها تفاعل حذف. طب كيف بتم التفاعل الحذف؟ من خلال إضافة حمض قوي. زي إيش هذا الحمض القوي؟ زي الـ H2SO4 بالإضافة إلى التسخين حتى يسرع عملية التفاعل، تمام؟ طيب أنا لما أجيب الـ H2SO4 أضيفه للكحولات، إيش رح يتحول؟ رح يتحول المركب من كحول إلى ألكين. إذا ناتج حذف الـ OH من المركب بوجود الـ H2SO4 رح يحول لي المركب العضوي من كحول إلى إيش؟ إلى ألكين، تمام؟ طلعوا هون، تكونت عندي رابطة من النوع باي، برغم إنه هاي الرابطة أصلاً إن هي من نوع باي ما كانت موجودة في الكحولات. فبالتالي أنا حولت المركب الموجود عندي من مشبع إلى غير مشبع، تمام؟ نرجع نتذكر مع بعض النوع الثاني من تفاعلات حذف، اللي هو نوع تفاعلات حذف هاليدات الألكاي. نتذكر الصيغة العامة لهاليدات الألكاي RX. طبعا X هم أحد الهالوجينات، سواء كان إيش؟ سواء كان كلور، بروم، فلور، يود، تمام؟ بس اتفقنا من الحصة السابقة إنه تفاعلات الحذف للهاليدات الألكاي تحدث فقط لهاليدات الألكاي الثانوية وهاليدات الألكاي الثالثية فقط، ما بيصير للأولية. حكينا إنه الأولية دائما يفضل استخدام تفاعل الاستبدال لها من تفاعل الحذف، تمام؟ إذا لما نعمل تفاعل حذف لهاليدات الألكايل كيف؟ بدي أضيف له وسط قاعدي، بدي أستخدم قاعدة قوية، يعني وسط قاعدي مثل الـ KOH، برضو بالإضافة بوجود التسخين حتى نسهل عملية التفاعل، فبدي أحول لي إياها من هاليد الألكايل إلى الكين، فبدي يكون لي رابطة غير مشبعة وهي من النوع باي. إذا هدول النوعين من أنواع تفاعلات الحذف اللي تحدثنا عنهم من خلال الحصة السابقة، وهلأ بدنا ناخد أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع وبدنا نحلهم مع بعض عشان نتذكر مع بعض يا أول. يلا يا أول، خلينا أول إشي نبلش نتحدث عن تفاعلات حذف للكحولات. وحكينا إنه يتم الحذف في الكحولات سواء كانت أولية أو ثانوية أو ثالثية، ما بهمني إيش هي نوع، بالثلاث أنواع، باستخدام حمض اللي هو H2SO4 بالإضافة إلى تسخين، ويتم من خلالها تكوين رابطة ثنائية بين عنصرين. العنصر الأول هو العنصر الذي يحمل الـ OH، فبالتالي بدي أخذ منه الـ OH، تمام؟ طب الكربون الثاني اللي بجنبه بدي أخذ منها الهيدروجين، بس بدي أطلع على أني كربون بجنب هاي الكربون اللي بتحمل OH تحمل أقل عدد من ذرات الهيدروجين. طيب خلينا نحل مع بعض. أنا في عندي هاي الكربون اللي بتحمل OH، وهي في غيرها كربون جنبها؟ لا، هي بس كربون وحيدة، فأنا بدي هاي الكربون اللي بجنبها، تمام؟ من هاي الكربون شلت إيش؟ طلعت OH. طيب من الكربون هاي بشو بدي أطلع؟
بدي أطلع هيدروجين. تمام، إذا شو صار شكل المركب عندي؟ صار عندي CH2 رابطة ثنائية، لأني أخذت منهم OH وH، CH2 زائد H2O، وهذه أنا مسامحتكم فيها ما بدنا إياها لأنه إحنا بهمنا المركب العضوي الناتج. أرجع أعيد، بهذا المركب هو عبارة عن كحول، شو نوعه؟ كحول أولي. تمام، هذا الكحول الأولي تفرجنا على الكربون اللي بتحمل الـ OH، قلنا هاي الكربون بدي أشيل منها الـ OH، بتفرج على الكربون اللي بجنبها، في غيرها لا، شو بدي أشيل منها؟ بدي أشيل منها هيدروجين، فبالتالي واحدة شلت منها OH، واحدة شلت منها هيدروجين، إذا شو تكونت؟ تكونت رابطة ثنائية، يعني إيش حولته؟ حولته إلى الكين، هو عبارة عن الإيثين، تمام، زائد H2O. خلينا نتفرج على التفاعل الثاني. التفاعل الثاني هو عبارة عن CH3CH2، الكل مضروب باثنين، تمام؟ خلينا مركزين عليها هاي، CHOHCH3. طيب الكربون اللي معاها الـ OH هيها، طيب بدي أتفرج على يمينها وعلى يسارها، على الكربونتين اللي يمينها واللي يسارها عشان أقرر من وين أخذ الهيدروجين. بدي أشوف مين هي الكربونات اللي بتحمل أقل عدد من الهيدروجينات. تمام، بتفرج اللي على يمينها قديش عندها؟ 3 هيدروجينات، واللي على يسارها لو بدي أفك رح يصير CH2CH2، إذا اللي على يسارها شو بتحملها؟ تحملها هيدروجينتين، إذا أنا من وين رح آخذ الهيدروجين؟ رح آخذها من الكربون اللي بجنبها من يسارها. طيب شو رح يصير شكل المركب؟ CH3CH2، لأني فكيت اثنين هاي، CH رابطة ثنائية CH CH3. إذن أنا هون شو عملت يا أول؟ فكيت هاي الاثنين وأخذت من الكربون اللي على يسار الكربون اللي بتحمل الهيدروكسيد هيدروجينة، وأخذت من هاي الكربون إيش؟ الهيدروكسيد، فشو حولته؟ حولته إلى الكين. تمام، برضو عندي زائد H2O، وإحنا اتفقنا اللي بهمنا إحنا كمركب، إحنا بهمنا المركب العضوي. تمام، خلينا نتفرج على المثال الثالث. طبعا هون احنا حكينا انه هذا عبارة عن ايش؟ عن كحول اولي. طيب اتفرج على هذا النوع، هو عبارة عن كحول ثانوي. يلا بدنا ناخذ المثال الثالث، شو بده يكون؟ كحول ثالثي. تمام، بدي اتفرج على الكربون اللي بتحمل الـ OH هيها، بدي اتفرج على يمينها وعلى يسارها، وبما انه في تفرع خلينا نتفرج على تحتها كمان. اللي على يمينها عندها هيدروجينتين، والكربون اللي على يسارها عندها 3، واللي تحتها عندها 3. طيب أنا من وين رح أحذف؟ رح أخذ من وين؟ رح أخذ من هاي الكربون هيدروجين. طيب شو صار شكل المركب؟ CH3C رابطة ثنائية CH CH3، وهون عندنا تفرع CH3 طبعا زائد H2O. تمام، فأنا بالتالي حولت المركب إلى إيش؟ حولته من كحول ثالثي إلى برضو الكين. إذا ملاحظين يا أول، سواء كان كحول أولي أو ثانوي أو ثالثي، أنا لما بدي أضيف له حمض قوي بوجود تسخين زي الحمض اللي هو H2SO4، أنا على السريع بدي أحوله من كحول إلى ألكين، يعني بدي أكون روابط رابطة من النوع باي، يعني بدي أحوله من مركب مشبع إلى مركبات غير مشبع. تمام، النوع الثاني من تفاعلات الحذف اللي هو احنا حكينا عنهم، تفاعلات حذف لهاليدات الالكاي اللي هم الار اكس. تمام، واحنا تحدثنا لهاليدات الالكاي بده يكون اما ثانوي او هاليد الكاي ثالثي اول. تمام، بدي اتفرج عندي هالمركب، واحنا حكينا ان تفاعلات الحذف لهاليدات الالكاي بيتم باستخدام قواعد قويه مثل الكي او اتش، وبالاضافه الى تسخين، حيث يتم حذف الاكس بغض النظر شو هي نوع اكس من احدى الكربونات، وحذف من الكربون المجاورة لها التي هيدروجين من الكربونات التي تحتوي على اقل عدد من الهيدروجينات. تمام، بدي اتفرج انا عندي على هذا المركب CH3CHCl CH2CH3. طيب وين من وين بدي ابلش الحذف؟ من هاي الكربون بدي اشيل انا ايش؟ بدي اشيل الاكس. بدي اتفرج على يمينها وعلى يسارها، الكربون اللي على يمينها عندها هيدروجينتين، والكربون اللي على يسارها عندها 3 هيدروجينات. من وين بدي أشيل إذن الهيدروجين؟ بدي أشيل من الكربون التي تحتوي على أقل عدد من الهيدروجينات، يعني من هاي.
طيب إذا هاي رح أشيل منها إيش؟ رح أشيل منها هيدروجين، شو رح يصير شكل المركب؟ CH3CH رابطة ثنائية CH3 تمام؟ زائد HCl. طيب إذا أنا حولت هون المركب من إيش؟ من هاليد ألكاي ثانوي إلى ألكين، يعني حولته إلى مركب يحتوي على روابط من النوع باي. نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده أعطاني هاليد ألكايل، إيش نوعه؟ هاليد ألكايل ثالثي. طيب بدي أتفرج، هاي الكربون اللي عليها أكس عشان أنا بدي أشيل الأكس، تمام. بدي أتفرج على الكربون اللي يمينها واللي على يسارها واللي أسفلها. طيب الكربون اللي على يمينها عندها 3 هيدروجينات، واللي على يسارها عندها 3 هيدروجينات. طيب واللي تحت كمان عندها 3 هيدروجينات. طب انا هون من وين اشيل؟ هون ما بفرق معي الموضوع. ليش ما بفرق؟ لانه كل الكربونات اللي حوالين الكربون اللي بتحتوي على اكس هم عندهم نفس اعداد ذرات الهيدروجين. طيب فبالتالي انا بدي اشيل من الكربون الموجوده على يمينها، تمام. ارجع اعيد، اول انا بقرر في انه بفرق معي او ما بفرق بناء على الكربونات المجاوره للكربون اللي بتحمل اكس. هون فرق معي الموضوع؟ لا ما فرق. ليش؟ لانه كله 3 3 3، فما فرق معي ايش هي، من وين انا اخذ الهيدروجين. فبالتالي بين اي كربونتين اكون رابطه ثنائي، فبالتالي كونت كمان رابطه من نوع باي وهي عباره عن الالكين. المثال الثالث يا اول هو عبارة عن هاليد ألكايل، برضو هاليد ألكايل إيش ماله؟ ثانوي. طيب هاي الكربون اللي بتحمل X بدي أتفرج، طبعا هاي رح أشيل منها X، أوكي. بدي أتفرج اللي على يمينها واللي على يسارها، هاي تنتين وهاي تلات. إذا من وين بدي أشيل الهيدروجين؟ بدي أشيل من هون. فبالتالي شو صار شكل المركب؟ CH3CH رابطة ثنائية CHCH3، حولته برضو إلى ألكين وتكونت عندي رابطة من النوع باي. إذا ملاحظين بأمثلتي الثلاثة هم عبارة عن هاليدات ألكايل، إما هاليد ألكايل ثانوي أو هاليد ألكايل ثالث. بتمنى إنه حصة اليوم استفدتوا منها يا أول، ويعطيكم ألف عافية.